تأليف هذا الكتاب هو أولا لأنه مادة مقررة في الجامعة وفي الجامعات الإعلام والاتصال. نعم، ولما أسندت لي هذه المادة لتدريسها في هذه الجامعة وفي الإعلام والاتصال، فكرت في لم أجد مرجعا ليساعد الطالب على الدخول إلى هذه المادة، فألفت هذا الكتاب ودرست بها في الجامعة. إذن هو حقيقة هو لأنها مادة مقررة، إذن كانت في صالح الطالب. الجديد في الكتاب هو أولا لأن المادة مدخل إلى علم النفس الاجتماعي هو بين علمين، هو علم النفس وعلم الاجتماع، ولكن وتعريفي للمادة هذه أن علم النفس الاجتماعي هو دراسة الإنسان وهو في المجتمع من الناحية النفسية فقط، يعني نركز على الجانب النفسي فقط، وطبعا لا نستثني الجانب الاقتصادي والوجداني والعاطفي والاجتماعي، ولكن أقول بأن الفرد وهو في المجتمع من الناحية النفسية فقط. فكان الكتاب يشير إلى هذا الأمر، أي يدرس الفرد وهو داخل المجتمع فقط. مضمون الكتاب هو مصطلحات، مفاهيم، إذا شئت لم أبخل على طلبتي أنهم يدركون كثير من بعض المشكلات التي ينظرون إليها نظرة ليس يعني بجدية، أن ينظروا إلى أن يشارك الطالب أيضا بعد الفهم والإدراك للظاهرة الاجتماعية مثلا أو الحالة النفسية داخل المجتمع، أنه يستطيع أن يدرك. وإذا أدرك أن أعتقد الطالب يقدر يشارك، وهو كطالب جامعي يقدر يدرك أو يشارك في كثير من الوصول إلى على الأقل إلى بعض الحلول إلى بعض المشكلات التي نعيشها. الكتاب هو موجه للطلبة، وطبعا بأسلوبي التي تعمدته ووضعته وضعا يمكن جدا أن يكون لعامة الناس، يعني من يريد أن يقرأ الكتاب فليقرأ، لأن ليس فيه مصطلحات صعبة، وإذا كان فيه بعض المصطلحات لقد أشرت إليها في الكتاب وشرحت هذه المصطلحات وتبسيطا وتسهيلا لقراءة الكتاب. يعني الكتاب موجه في الحقيقة للطلبة بصفة خاصة لسنة ثانية إعلام واتصال، ويقدر يقرأ فيه أي إنسان يقدر يقرأ الكتاب لأنه بلغة بسيطة، وتعمدت ذلك ليقرأ أي واحد يقرأ حتى باختلاف الأعمار. يعني أنا كتبت كثير في مادة مقررة في مواد مقررة في الجامعة، والكتاب القادم إن شاء الله اللي هو راهو في الطريق تحت الطبع هو العلاج الأسري، وإحنا نحن نحتاج الآن نحتاج كثير إلى أن نفهم الأسرة ونفهم يعني ونحدد مشاركة الأسرة في بناء الفرد، لأن الأسرة هي النواة، هي الأساس لبناء هذا الفرد قبل أن يخرج إلى المجتمع طبعا. وأعتقد الكتاب إن شاء الله وهو كتاب مشترك مع دكتورة عندنا في علم النفس حقيقة، وفي الطريق إن شاء الله.